يعلن المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه ان هيئه الرؤيه الشرعيه ستعقد جلستها بقاعه الاجتماعات في المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه مساء يوم السبت ليله الاحد التاسع والعشرين من رمضان 1443 هجريه الموافق 30 من ابريل 2022 ميلاديه لتلقي الانباء والشهادات برؤيه هلال شهر شوال. ودعا المجلس من تكون لديه شهاده او نبا عن رؤيه الهلال ان يسارع بالاتصال بهيئه الرؤيه الشرعيه للابلاغ بذلك مشكورا وماجورا